نظري تستبق الأحداث غلطا وتغليطا، وأن هذه المشاورات خارج موضوع الساعة، وأنها كذلك عكسية الجدوى. إنها تستبق الأحداث غلطا وتغليطا، قلت، لأن شعبنا سيرى فيها لا محالة سوى محاولة أخرى يائسة لتجنب الرد الفعلي على مطالب الشعب الحقيقية. وكذلك إن هذه المشاورات هي خارج موضوع الساعة. شخصيا قررت عدم المشاركة في هذه المشاورات، أولا كمواطن يتقاسم مع الشعب الجزائري مطالبه الشرعية، وأنا متخندق مع الشعب الجزائري الأبي الذي رد لنا شرفنا وألبسنا لباس الشرف وأبعد عنا نظاما فاسدا ومفسدا. أعلن حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه الوزير الأسبق اتصال محمد السعيد عن مقاطعته للندوة